إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الاضطرابات العصبية، تتمثل في القلق والوسواس القهري المختلف. طبعا كل وسواس قهري مختلف يسبب أمراض كثيرة، وأيضا التوهم المرض، وأيضا ممكن ترتفع نسبتها في المسنين الذين تقل قدراتهم التأقلمية في الحياة العامة بشكل عام بعد الضمور الدماغ أو الفص المخي المقدم في الجهة المقدمة من المخ. أتمنى أنكم استفدتوا، هذا تعريف بسيط جدا عن الاضطرابات الذهنية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.